بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم، هذا الحضور المميز في أرضية ميدان الطي، المرحب دائما بضيوفه وإخوانه الكرام الذين أتوا من شتى الميادين للمشاركة ولمتابعة ماذا جديد هذا الميدان. دائما هذه الميادين التابعة لنادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ما شاء الله تأتي برقيها، تأتي بتطورها الممتاز. أتمنى دائما التوفيق والناموس لجميع الميادين. بسم الله على البركة. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، هناك ينطلق شوط جديد من طلقات الخير والبركة بطاش لأحمد بن هلال بن أحمد وإبراهيم، سيطرة الشوط مطفي لراشد بن خلف بن علوان، على ثاني المراكز نجد لسالم بن علي مطر بن علوان، يأتي بثالث المراكز المركز الرابع متعب مطر بن سعيد بن حلوة، وفي المركز الخامس برق لمطر بن سلطان بن سلومة. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز الخمس اللي ذعناها عليكم بالتمام، ولكن خلف الخمس والله أسامي، خلف الخمس أسامي لن يحن موعد دخولها في بوابة الندى. يعني 2 كيلومترات هي المسافة، والمتبقي في من عمر هذا الشوط كيلو الأخير أيها الإخوة. ما شاء الله يا نجد، ما شاء الله يا بطاش المسيطر على مقدمة الشوط، اللي صامد على مقدمة الشوط أحمد بن هلال بن أحمد وإبراهيم، بينما اللي في المركز الثاني سالم بن علي بن مطر بن علوان يطمح للنقطة الثانية، المركز الثالث متعب لمطر بن سعيد بن حلوة، المركز الرابع يا سلام وصل شعار مياسة شاهين علي بن راشد بن مرخان الكتبي. هكذا كانت نتيجتنا المركز الخامس شعار بن شاهين، شعار المركز الخامس مهدي لعبد الله بن خليفة بن شاهين الأغفلي. بذكرك في الأسبوع الماضي شعار شمس يا جماعة، شعار شمس ما شاء الله. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت. أوه يا سلام يا سلام يا نجد، اللي غير على المركز الأول صامد ما شاء الله سالم بن علي بن مطر بن علوان الكتبي، اللي يقدم نجد على المركز الأول وهو مسيطرا على مقدمة الشوط، صامدا على المركز الأول. بطاش أحمد بن هلال بن أحمد أبو إبراهيم يأتي بثاني المراكز، هناك اللي في المركز الثالث لعلي بن راشد بن مرخان الكتبي. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة، هكذا كانت النتيجة. حضورنا الكريم، جمهورنا المميز للمراكز اللي ذعناها عليكم بالهو تمام، نجد بطاش سلام للمرة الثانية على التوالي لأبناء بن علوان ولا أبو إبراهيم، اثنين في موقع واحد. تهانينا لأحمد بن هلال إبراهيم، التهاني لسالم بن علي بن مطر بن علوان المركز الثالث، هيهين لعلي بن راشد المرخان المركز الرابع، مطر بن سعيد بن حلو المركز الخامس، مهدي عبد الله بن خليفة بن شاهين الأغفلي. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة، اثنين في موقع واحد، ولكن بنشوف قرار اللجنة هنا عند بن علوان. ما شاء الله القرار، شكرا يا عامر يا بن سلطان يا الهاشمي، اللي هو بنقول نجد سالم بن علي بن مطر بن علوان. 3 دقائق 6 ثواني، تهانينا وأنا موصل المرة الثانية على التوالي.